روبوتات قمرية وأرض قاحلة يغطيها الغبار. كل شيء يوحي بأن هذا المشهد من على سطح القمر، إلا أن هذه الصور لم تصور خارج كوكبنا، إنها في جبل إتنا الإيطالي. اخترنا جبل إتنا لأن نشاطه البركاني قريب من المناخ المتوقع على سطح القمر والمريخ، وفي هذه الحالة يمكن مقارنته بشكل أساسي بالقمر، ونحن معتادون على هذا الموقع لأنه خلال المشاريع السابقة كنا نستخدم البنية التحتية له في الاختبارات. برناند وباحثون ألمان نشروا روبوتاتهم القمرية على فوهة البركان النشط، تجربة يتم التحكم فيها عن بعد لمحاكاة المواقف التي سيواجهها رواد الفضاء في المستقبل. مهمتنا هي خلق تجارب والتلاعب بالأجواء ووضع العثرات أمام الروبوتات مثل الأحجار، واكتشاف أنواع الحجارة والصناديق، وتعلم الهبوط في المكان المحدد. ماكس ميلان يبحث في قدرات الروبوت الاستكشافية للبيئات الغريبة ونقل المعدات للاستخدام الفضائي، مرحلة أولى تليها محاكاة لرصد النشاط الزلزالي المماثل لما قد يحدث على سطح القمر، تجربة يتحكم فيها مركز الفضاء الألماني عن بعد على ارتفاع نحو 9000 قدم.